108 أشخاص قتلوا في الحولة، وهذا عدد كبير في يوم واحد فقط، ما أثار الحزن والغضب في أرجاء البلاد. فنصف الضحايا لا يهددون أحدا في سوريا، لأنهم من الأطفال الذين لم تبلغ أعمارهم 10. والله أنا غسلت، أشهد الله، 9 أطفال أقل من شهور عمره. شو سوى هذا؟ هذا يحمل قاذف ار بي جي؟ ما يحمل قاذف ار بي جي. والله نحن بشر، والله نحن بشر، والله عم يعتبرونا أقل من الحمير، عم يعاملونا أقل من الحمير، نحن مخلوقين من خلق الله. ناشطو المعارضة اتهموا الحكومة السورية وميليشياتها بتنفيذ المجزرة، بينما اتهمت الحكومة السورية من تصفهم بالمجموعات الإرهابية بذلك، واصفة المزاعم ضدها بأنها تسونامي من الأكاذيب. ننفي بشكل قاطع مسؤولية القوات الحكومية عن هذه المجزرة التي وقعت والمدانة بشدة. وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ وصفها بأكاذيب الحكومة السورية. إلقاء اللوم من قبل الحكومة السورية تجاه ما يحدث في البلاد على غيرهم تكتيك معروف لدى الحكومة، هدفه التهرب من مسؤولية أعمال العنف والدمار في البلاد. هذا وقد انتشرت مقاطع فيديو مختلفة تظهر الضحايا والدمار الذي لحق بالحولة، حيث يظهر هذا الفيديو جثثا لنساء وأطفال متكدسة داخل غرفة صغيرة، صور مؤلمة لجثث أطفال مليئة بالدماء مزقت جماجم بعضهم عن أجسامهم. وبرغم وجود المراقبين الدوليين في سوريا شهدت البلاد هذه المجزرة، فالمراقبون ليس لديهم سلطة لإيقاف العنف سوى الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في البلاد. يجب إيقاف العنف والقتل أولا لكي نتمكن من إسعاف المصابين وإزالة جثث القتلى. وسارع مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى عقد اجتماع قصير لمناقشة الأوضاع في سوريا، واستبعد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة حصول أي تحرك سريع لحل الأزمة. من الصعب جدا تخيلي أن تقوم الحكومة السورية بقصف ليس فقط القرى بل بقتل أكثر من 40 امرأة و30 طفلا دون 10 أيضا. وبينما يتزايد غضب المجتمع الدولي يدفع الأطفال الأبرياء ثمن هدنة مكتوبة على الأوراق فقط دون تطبيق فعلي على أرض الواقع.